بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الثالث من سلسلة كيف يتعمل فيديو أو مونتاج فيديو على برنامج الكامتازيا ستوديو، اليوم سأقدم لكم كيفية تسجيل الصوت على هذا البرنامج العملاق. أولا نقوم بفتح البرنامج، وذلك بالضغط على أيقونته داخل من مكتب الكمبيوتر. ننتظر. بعد فتحه نضغط على Import Media. إذن سنقوم بسحب بعض الصور، نختار مثلا صورتان ثلاثة، نختار أربعة صور ونقوم بسحبها. إذن تعرفون الطريقة من أجل وضع هذه الصور على التايم لاين على طاولة المونتاج. نضغط نقوم بتحديدها او تظليلها للسلكسيون في مرة واحدة، ثم نضغط كليك يمين على الفارة ونضغط على add to timeline applied، وها هي الصور قد وضعت لنراها. ممكن مشاهدتها هنا من هذه الشاشة التي تمكننا من مشاهدة ما نقوم به. إذن الصورة الأولى، ثم انتقلنا إلى الصورة الثانية. بالمناسبة هذه الصور هي مقتطفات من مدينة إفران المغربية الجميلة. إذن أريد أن أضع تعليقا على هذه الصور، تعليقا صوتيا على هذه الصور. إذن كيف ذلك؟ نضغط هنا على Voice Narration بالانجليزي، نضغط على Voice Narration لتعطينا هذه النافذة. هنا نلاحظ Start Recording، أي يعني بدء اشتغال التسجيل أو تسجيل الصوت. نضغط عليه ونبدأ في يعني قبل ذلك سأرجع المؤشر إلى الصورة الأولى لنقوم مثلا بالتعليق عليها. إذن هناك طريقتين للتعليق على هذه الصور. إذا أردنا أن نعلق على هذه الصور مرة واحدة فهذا ممكن، ولكن أعتقد تقنيا أنه صعب شيئا ما، لأنه التدقيق يتطلب منا أن نقوم بتعليق على كل صورة على حدة، وهذا كذلك ممكن جدا. لماذا؟ حتى نقوم يعني بضبط حجم الصورة مع حجم الصوت المخصص لكل صورة. سأريكم، سنقوم مثلا بالتعليق على صورة، كل صورة على حدة. مثلا فيما يتعلق بالصورة الأولى، أولا نضغط على Start Recording وسأقول مثلا أن هذه الصورة هي مقتطف لمدينة جميلة، مدينة إفران التي تقع في المغرب مثلا، يعني لإيقاف التسجيل. نضغط مرة أخرى هنا، وهنا كما ترون يطلب منا أن نختار اسما لهذا التسجيل ونضعه. إذن لابد من تسجيله، أقول لابد. إذن سأختار مثلا الرقم 1 وأضغطه بعد ذلك على Enregistry، وها أنتم ترون ها هو الصوت قد وضع مباشرة في التراك رقم 2 المخصص للصوت. إذن نشغله لنرى ماذا. إذن سنشغله وسأقول مثلا أن هذه الصورة هي فعلا لمدينة جميلة، البرنامج بتسجيل هذا الصوت. إذن
إذن أثناء التسجيل الملاحظة الأولى أنه يجب علينا أن نضع دائما يعني حجم الصوت ألا يتعدى 30 أو 35% حتى يظهر الصوت صافيا. هذا مسألة لا بد منها. كما قلت لكم، نرى هنا أن مثلا حجم الصوت هو أطول من حجم الصورة. إذن هذا، لذلك قلت في الأول أنه يعني التعليق على صورة يعطينا يعني عملا تقنيا وفنيا أكثر دقة. لذا هنا مثلا الصوت لا يمكن تمديده ولا يمكن كذلك تقصيره إلا إذا أردنا أن نقطع قطعة منه، وهذا قد يؤدي إلى حذف جزء مهم من التعليق. إذا يجب أن تكون الصورة مثل صورة يعني حجم الصورة مثله مثل حجم الصوت. لذلك أن نقوم بسحب هذه الصور كما ترون، وقد رأينا في الفيديو الأول كيف نقوم بترتيب. إذن نضغط على هذه الصورة، نسيلكسونها وناتي هنا ونعدلها. إذن الآن وضعنا حجم الصوت وحجم الصورة يعني متساويين، وأنتم سأرجع المؤشر الأول وسنشاهد ماذا أعطى. وسأقول مثلا أن هذه الصورة هي مقتطفة الصورة، في يعني مدينة جميلة، نرى دائما مدينة الصورة الأولى إفران وهناك التي تقع التعليق في عليها. المغرب مثلا. إذن ملاحظة أخرى، مثلا نريد أن نعلق على الصورة الثانية. إذن نضع الصورة الثانية هنا ونضع المؤشر بداخلها ونفتح مرة أخرى يعني الفويس ناريشن الموجود تداولنا. ما علينا في هذه المرة إلا الضغط على يعني ستارت ريكوردينج، يعني ديماراج تسجيل أو بدء تشغيل التسجيل، ونقول مثلا أن الصورة الثانية هي لنفس المدينة وتحتوي مثلا على علامات جميلة مثلا. و يعني من أجل إيقاف تشغيل الصوت نضغط عليه، ويطلب منا البرنامج كذلك أن نقوم بتسجيل هذه القطعة. سأعطيها مثلا رقم 2 ونضغط على اون ريجستري، وأنتم ترون ها هي قطعة الصوت المسجلة وضعت إلى جانب الآخر، فهي توضع دائما إلى جانب المؤشر. فأينما وضعنا المؤشر إلا وتوظف إلى جانبه. إذن نفس مشكلة علينا، نقوم بتمديد أو تكبير هذه الصورة ليصبح حجمها مساويا لحجم قطعة التسجيل. إذن بالنسبة لهذه الصورتين الأولى سأقوم بحذفهما. يكفي أننا قمنا بالتعليق على الصورتين. إذن نعيد المؤشر إلى الأول ونقوم بتشغيل ونرى. وسأقول مثلا أن إذن هذه الصورة هي ملاحظة ثانية، عندما نضغط مثلا على هذه القطعة ونضغط على هنا على أوديو يعني الصوت، نلاحظ مثلا هذه هو حجم أو الفوليوم ديال الصوت، لذلك يمكن رفعه من هنا ونقوم برفعه كذلك على القطعة الثانية حتى يرتفع الصوت. أنتم تلاحظون، وناتي هنا ونضع علامة على Enable Volume Leveling حتى نقوم بتصفية هذه الخاصية، تقوم بتصفية التسجيل من التشويش. إذن نسجل الآن ونرى، ونقوم الآن نسجل برفعه لأننا نريد أن نسمع، ونقوم ب وسأقول مثلا أن هذه الصورة هي مقتطف لمدينة جميلة، مدينة إفران التي تقع في المغرب مثلا. يعني للصورة الثانية نقول مثلا أن الصورة الثانية هي لنفس المدينة وتحتوي مثلا على نوقف التشغيل. وكما ترون أننا قمنا بتسجيل صوتي أو بتعليق على هذه الصور. إذن هكذا يمكننا هذا البرنامج من إضافة التعليقات الصوتية على الفيديوهات والصور التي نقوم بعمل مونتاج لها على هذا
البرنامج. إذن هكذا ينتهي هذا الفيديو الثالث في سلسلة برنامج الكامتازيا استديو. فالمرجو من كل واحد له أي تساؤل حول البرنامج أن يكتبه في التعليق أسفل الفيديو وأنا سأجيبه في الحين. إذن إن عجبكم في الأخير هذا الفيديو ما عليكم إلا الكليك على جيم وكذلك الاشتراك بالقناة بالضغط على سابوني تقاسم هذا الفيديو من أجل أن يستفيد الجميع. وإلى اللقاء.